او ما كامله شرات الحاوليك حتى واحد ما شرات التبن واش عاد ذبحوهم على غيقو السلام عليكم. عليكم السلام الوالد. كاين شي واحد كيبيع على التبن هنايا؟ نعم الوالد. قلت لك واش كاين شي واحد كيبيع التبن هنايا؟ واش ما كتسمعش ولا كاين؟ واش ما كتشوفش شنو بان لك هذا سباكيتي؟ هذا التبن هذا واش كتضحك على عباد الله؟ شو التبن كيفاش عامل اللون ديالو؟ شوف اللون ديالو تبن زرق. ها التبن خصو يكون كيشهي، التبن تشوفو كيشهي. واش عاد اكلو عمي؟ المهم الشريف ديالي التبن ديال الحواله هو هذا، التبن ديالك ما عنديش. التبن ديالي دابا بنت لك انا كناكل التبن، انت باينه فيك ما مربيش. انا ما مربيش، انا ناقص تربيه. خص لي ربي عباد الله، انا ما مربيش، خص لي ربيني. وكتقولها في وجهك حمار. هي الجلد اليوم اش عنده؟ الجلد اليوم الجلد البارح هو اللي خلق الجلد اليوم، ولا الجلد اليوم هبط من السما؟ يا وليدي وعندك الزهر ماشي ولدي، عندك الزهر ماشي ولدي، انت اللي عندك الزهر ماشي الوالد. صافي عمي ما كاينش التبن وما كاين حتى واحد هنا كيبيع التبن، واصلا ما كاينش العيد. مشي بحالك الوالد، مشي مشي، خلينا نسترزقوا الله. الله يرحم يمك العواشر هادي والعيد هذا والعشيه هادي، وانا باقي ما بعت حتى شي قبطه من هاد التبن هذا بلا ما نقول لك الخطيه هادي. وغايجي واحد الوقت ما غنبقى نعرف من هذا من هذا. في بحالك اجي ولد بنتا. انا ولد الشق. باينه، شوف فيا مزيان، انت ماشي العيد ميمون؟ لا مي كنعرف الوالد. الوالد ديالك راجل مزيان، دائما كنتلقاه في الجامع. سلم عليه، شحال ما شفتو قول له فنك مزيان، عمل مشروع ديال التبن، فهمتي الماندا كيفاش؟ قشي مولاك قول له ما تخافش عليه. انا نقول له هاد الهضره، انا غنشعل لك معاه الميتشات. كتعرف شني غنقول له؟ غنقول له فنك كيبيع ديشن عباد الله، هذا التبن هذا، ها؟ هذا التبن غير صالح للحيوانات، الحيوان. انا مشيت. كلاب. اما حنا الا ما لحقتيهاش عيط لي لي انا نقطع. ما تجيبش اهلا تعطى. صار خير ابني. اين واد وخزيمه ديالي؟ فين واد؟ اتعصبش راسك ابني، الله يرجع لي التباع صغير. المستقبل في يدك، راي ربي يطول لك في العمر وتعمل بزاف ديال الحاجات. ماشي تقول لي انا صافي، رجل في الدنيا ورجل في الاخره. اجمع رجلك يما ديالي. المهم شاعت لله، قل لي شنو خصك؟ صافي صافي، كاين شي واحد كيبيع التبن هنايا. ها؟ كاين شي واحد كيبيع التبن هنايا. عاود هذا ماشي التبن، ما بالكش التبن هذا التبن الطراوه والحلاوه. هذا التبن الطراوه والحلاوه، انت خصك الهلاوه. هذا التبن هذا يجيك الغبن، قال لك التبن. دابا رديتي لي انا ما كنفهمش في التبن، دابا رديتني انا بالقرون. وهذا التبن خرجنا الناس اللي عندهم القرون. قايشو الا ما عجبكش صافي ما ديهش يا يما ديالي. ديال لك انا الغنمة ولا؟ قال لك قايشو لا حول ولا قوة. ضرب شي باسيو، مشي بحالك مشي. لا. اولا اربيطا اربيطا اولا اربيطا شنو مزيان؟ الحمد لله. طلعتي غير اسبانيا عامين كتعيط لي عربيطو، طلعتي من فرنسا شنو عاد عيط لي؟ خربيطو زربيطو. التبن ديالي؟ لا هاد الحاوليش من ديالي انا كناكل التبن. ايوا اربيطو، قول لي باقي معربط معاهم انا. يا دابا هاد مشروع ديال التبن شحال كيحتاج دراس الماء؟ هذا ما كيحتاج لا راس لا مال، كيحتاج غير التبن ريحة خيشان. برافو خير عربيطو، برافو عربيطو الصاحب. حنا في اوروبا كيعاونوك باش تفتح المشروع. حنا هنايا كيعاونوك باش تشد المشروع. واللي جيتي تعيد مع الوالدين خيشان. ضروري اخي العربي. اما ما كيخليوناش ندبحو، قلنا نجيو هنايا ما كاين غا الدبح والصليخ وما كاينش اللي يهضر معك. تما اخي العربي خصك دوخ لحولي باش تدبحو. هنا يا خصك الدواخ مول الحول. اجي تبصها اخي شاهد، قال لك تما بنادم جالس وكيتخلص. ولكن عاود على حساب الجلسه صح.
تفنا اخي ساعد نطلعو نجلسو تما وقسيم ولا هكا كنعرف نجلس عرفتي لا قول شي عندي يخلصوا علينا جايد قاشا من البريمات البريمات ما كاينش يتخاش والله ربي ربي تنطلع تنطلع ونشوف لك شي موطع دابا موطع عامرين كلشي جالس قالوا لي اخي شاهد اوروبا كلشي باطل ما كلشي باطل الماكله باطل الطبيب باطل التاكسي باطل حتى الطوبيس باطل هذا الطوبيس كي كلف الخاوي يقدر يكلف لك حتى الشرف ديالو رجعوا دركبوا على الحمير رجعنا رجعنا ورجعنا بشي حق كاين امل كني امل العائلة الشبابي خدو هاديك جوجوها خي شاردة أبقى بو آمن عرفتي عام وأنا كنجمع على في الصدق صدقت هي مخطوبة أحسن لك شني غتوكل تبعي أجي السوق د الحولي فيه شي رخاء رخاء الله ولا رخيت الله ولا رخيتي 3000 درهم لا رخا الحول حولي ولا شاوي خي شاردة حولي واصل 7000 درهم أريح دابا الحولي زادولو وبنادم ما زادولوشي باقي في السميك مصمر اخي حولي رجع ساوي على بنادم الا كنتو كيزيدو غير الحواله وصوف اخي العربي انا باقا مشخا طلع لي فراسك باقي العائل لا والو خلاص ريح بالك خليني امشي نشوف الواليده طلع نشطر في الله قبل ما يجي العيد وقبل ما يجي الواد واخ واخ اربطو الا الا كتشرقت تبني واخ شرقني لي انا ايوا دي صفقه مالتي يا مسخال ها كتشرق تبني ضد الدار ها خويتي لي مطرب كل عام هيدا عافية الوالد ما تفضحناش كاين شي واحد في هذا الوقت عنده مطرب ضد تبني كلشي عنده مطرب ضد تبني الا حنايا كتخويهم لي في العيد عافية الوالد الله يرحم يمك باقي شي واحد كيقلش على مطرب ضد تبني زعما انا حنا الحواله دابا دخلت عليك والله كنكتب على عباد الله كتخوي لي مطالب بالتبن وكنمشي كتقول لهم هذا التبن طري وهذا المطالب هذا كانوا رجالو في يمك في العرس عمر ديك مطربه كيما خويتيها انا ما كنفهمش يا الوالد هادي 3 سنين وانت كتخويهم ما كتفهمش دابا تعلمتي زيد انا ما تابع الوالد صافي الله يرحم يمك خلي ما شترش والله ايدا كتهي حاجه انا امشي فاهم شهادة ممسخ الاخر يلا قال لك هذا تبان اي ما تبيبه